جيد. اليوم السابع بث مباشر لصلاة الجنازة على نجل الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ من مسجد الشربطلي بالتجمع الخامس. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
تمام.
صلاة الجنازة على نجل الكاتب الصحفي عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ بمسجد فاطمة الشربطلي بالتجمع الخامس.
في انتظار خروج جثمان الراحل نجلة الدكتور الصحفي. الدكتور سعيد، الجميع في انتظار خروج الجثمان. ادعوا للراحل بالمغفرة. نجل الدكتور عبد المنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ. عثمان الراحل نجل الدكتور عبد المنعم السعيد. لحظات الوداع الأخيرة. الجثمان الراحل نجلة الدكتور عبد المنعم سعيد وقيادات الصحفية تقوم بتعزية تقديم واجب العزاء للدكتور عبد المنعم سعيد. دكتور إبراهيم الفقي وعدد من القيادات الصحفية يقدمون واجب العزاء في وفاة نجلة الدكتور عبد المنعم سعيد. الدكتور عبد المنعم سعيد يتلقى واجب العزاء في وفاة نجله من كبار الكتاب والإعلاميين والصحفيين. الدكتور إبراهيم الفقي، الدكتور الفقي يقدم واجب العزاء ولفيف من القيادات الصحفية
يحبون عندي لوكيشن، لا يحبون عندي لوكيشن. الروح بس خلينا دكتور عبد المنعم السعيد يتلقى واجب العزاء في وفاة نجلو. Oh!